بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تشوفون هذا شلال، شلال بفضل الله، الله وفقنا بأن نصنع، وراح نعطيكم فكرة عن كيفية صناعة هذا الشلال. الشلال هذا يتكون من تانكي البلاستيك اللي يستعملونه شركات الكيماويات في الصابون، وهذا متوفر في السكراب. على حسب الطول تستعمل التانك، إذا كان تبي في هذا الطول راح تستعمل تانكيين، وإذا كان أقصر تانكي واحد. التانكيين تقص القاعدة للتانكيين وتقلبهم على بعض وتشبكهم يعني تفتح لهم بالدرل وتشبكهم بالبرشام والواشرات. بعد ما التانكيين يثبتون على بعض تجي هني وتحط هني هوز أو بايب أدوات صحية، ممكن نص إنش، وتمشيه الجهة هذه حتى يرتفع. إذا ارتفع فوق تفتح فتحة وتدخل البايب أو الهوز، تسوي له كوع زاوية يدخل داخل، ومن الداخل شبكة في بايب أو هوز بالعرض، تفتح فتحات من تحت علشان الماء يتوزع، وتسكر الأطراف. بعد ما تسوي الشغلة هذه وتخلص منها تسكر جميع الفتحات اللي على البرشام وعلى الأسيام، إذا كان في ربط أسيام تسكرها بالسيليكون حتى لا يصير تسريب. بعدين تحط الماكينة وتحط الماء وتشغل الشلال وتشوفه إذا التوزيع زين وما في تسريب. إذا كان في تسريب ترجع تسكر فتحات اللي تسرب منها الماء بالسيليكون. إذا جربت نهائيا أنه ما يسرب والماء متوزع تمام، هالحالة هذه توقف الشلال وتصب الماء منه وتخليه مدة يومين ثلاث أربع خمس لين ينشف من الماء. بعد ما ينشف تستعمل الفوم، المادة هذه هي الفوم، والفوم اللي تستعمل على الدرايش و يعني تسكير الفتحات في الشبابيك والبيبان. تبدأ تستعمل الفوم يعني كمية كمية، تضع كمية من الداخل كمية وتنتظر الجف، بعدين تضع كمية ثانية كمية ثالثة، إلى أن تغطي المجسم من داخل نهائيا، يعني تغطى بالفوم وتسوي التشكيل اللي أنت تبيه. بعدها تغطيه بالفوم من الخارج، بعد ما يتغطى وينشف تنتظر عليه فترة وتجرب الشلال وتشوف انسياب الماء. إذا انسياب الماء زين ما يحتاج تعديل بالفوم داخل، إذا كان شيء زايد أو ناقص تقدر تشيل الفوم شوي وتحط مكانه وتعدل، خليه تتركه ينشف. بعد ما يخلص انتهى نهائيا هني تستعمل، بإمكانك في شيء تحطه داخل هني اللي هو الهولدر ولمبة حتى تعطيه يعني جمال وإضاءة حلوة للشلال خاصة في الليل. بعدها تبدأ بالصبغ. الصبغ سهل، تقدر تستعمل صبغ الرش العادي العلب أو أي صبغ ثاني أنت يعني تبي تستعمله وتشكله والألوان اللي أنت تبيها. بعد ما يعني تصبغه وينشف تحط له تجميلي يعني الزرع هذا الصناعي وتشكله تشكيلة اللي أنت تبيها، ممكن تحط يعني تحت أو فوق أي مكان تحطه. وبعدين عقب ما ينتهي إن شاء الله راح تطلع لك شلال ممتاز، شلال جميل بإمكانك تستمتع فيه يعني بالمكان الجلسة، تقدر تنقلب أي مكان. وأتمنى أن هذه الفكرة عجبتكم وأنكم تنفذونها إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.